لا طبعا انا كل عيالي ارسلتهم من بعد الاعداديه برا. اللي ما يقدرون يرسلون عيالهم وش يسوون؟ يحاولون هم يغرسون في اولادهم اللي انا بتكلم عنه. بس انها ماساه يعني اللي ما يقدر يرسل عياله وعنده مشكله في التعليم. احنا كلنا نعرف انه في عندنا مشكله في التعليم، حتى رجال التعليم عارفين انه في مشكله في التعليم، بس هو ايش المطلوب؟ كيف يصير الحل؟ كيف يصير كيف التغيير وايش اللي يصير المطلوب؟ تتصور يعني باختصار ما هو المطلوب؟ المطلوب تغيير المناهج ولا تغيير فلسفه التعليم؟ فلسفه التعليم اساسا. احنا وش نبغى نطلعها الولد؟ احنا بعد تجربتنا ايش طلعنا؟ طلعنا الارهاب اللي راح فجر، طلعنا وطلعنا وطلعنا اشياء كثيره. تعتقد هل المناهج لها دور في هذا؟ طبعا هي الاساس، هي من الاول الاساسيات. احنا يجب ان احنا نشوف ايش نبغى نطلع هالشاب، وش يسوي هالشاب في حياته. ما تعتقد انه كلام خطير هذا يا امير؟ انه انا اقول كلام اللي انا مقتنع فيه، ماني بفرضه على احد. طيب كلامك اللي مقتنع فيه بنواصله بعد فاصل قصير. طيب. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الأمير محمد عبد الله الفيصل، فابقوا معنا.